أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أستكبرت أم كنت من العالين؟ صدق الله العلي العظيم. أنت جالس في هذا المكان المقدس، عندك أحاسيس، مشاعر، صحة، سقم، فرح، حزن. هذه المشاعر والأحاسيس هي كل وجودك، فبالنسبة إليك كل شيء أنت. ولكن اصعد في الفضاء 3 كيلومترات، من هناك حتى نقطة منك لا ترى، ينتهي وجودك بعد 3 كيلومترات. لا توجد أحاسيسك، لا توجد مشاعرك، شكلك لا يبين، حتى نقطة ذرة منك هناك لا يراه أحد، ينتهي الشخص خلاص بعد 3 كيلومترات. لا أحد يعرف من أنت، أين وجودك. هناك تظهر العمارات الكبيرة بصورة أشياء صغيرة، اصعد 1000 كيلومتر، أنت تنتهي، الشوارع تنتهي، العمارات تنتهي، المدن تنتهي، حتى الدول لا يتبين منها شيء. تظهر كرة صغيرة اسمها الأرض، خلاص
هذه المساحات الشاسعة في الأرض كلها تنتهي بعد 1000 كيلومتر. ابتعد، اذهب إلى آخر المنظومة الشمسية واخرج من المنظومة الشمسية، ابتعد عن المنظومة الشمسية. داخل هذه المجرة الكبيرة التي اسمها درب التبانة، تسمى الطريق الحليبي، لها أسماء عديدة. في درب التبانة عندما تبتعد عن المنظومة الشمسية شيئا فشيئا، المنظومة الشمسية تختفي، لا يبقى من المنظومة الشمسية إلا الشمس وبصورة نجم. لا يظهر هذا النجم الذي اسمه الشمس، اسمه شمسنا، إلا في الليالي. نجم، خلاص المنظومة الشمسية انتهت كليا. لست أنت انتهيت، المنظومة الشمسية كلها انتهت. بقي من المنظومة الشمسية نجم حاله حال بقية النجوم، اسم هذا النجم الشمس. اذهب في البعد الثاني، المنظومة الشمسية في زاوية من درب التبانة. في البعد الثاني اذهب إلى آخر درب التبانة، هذه المجرة. للعلم، الشمس مع المنظومة الشمسية تدور في درب التبانة مثل الأرض التي تدور حول الشمس. الشمس مع المنظومة الشمسية تدور في دائرة معينة في درب التبانة. في كل يوم تمشي الشمس والمنظومة الشمسية كلها تمشي في درب التبانة أكثر من 20 مليون كيلومتر في كل يوم، وعندها مدار. تعلمون كم تحتاج المنظومة الشمسية أن تمشي في هذا المدار مرة واحدة؟ الأرض لها مدار في المنظومة الشمسية، تمشي في هذا المدار سنة. المنظومة الشمسية عندها مدار في درب التبانة وتمشي في مدارها. تعلمون بسرعة 20 مليون كيلومتر، مليون ليس 1000، في كل يوم تحتاج أن تدور دائرة واحدة في مدارها إلى ما يقارب من 250 مليون سنة. يعني اليوم المنظومة الشمسية في هذه النقطة من هذه المجرة من درب التبانة ستكون تدور، بعد 250 مليون سنة سترجع إلى مكانها. هذه شمس واحدة، نجم واحد، الشمس نجم من نجوم درب التبانة. كم نجم يوجد في درب التبانة مثل الشمس؟ مثل شمسنا في درب التبانة هذه المجرة يوجد أكثر من 200 مليار نجم. إحداها شمسنا. تتصور الأعداد أصلاً؟ أصلاً نستوعب الأرض نحن لا نستوعبها، فكيف بالشمس؟ فكيف بمائتي مليار نجم مثل الشمس؟ هذه كلها التي من غير الممكن أن نستوعبها المجرة، لا نستوعب. 250 مليون سنة مدار واحد، ليست دائرة حول المجرة، داخل المجرة. أصلا شيء تصورات. هذه مجرتنا.
أسأل سؤالا، تعلمون كم مجرة توجد في هذا الكون؟ مجرتنا مجرة من المجرات. سابقا كانوا يقولون المجرات هي 1000، أكثر، مليون، كلا. سابقا قديما كانوا يقولون عدد المجرات في هذا الكون أكثر من 100 مليار مجرة. مؤخرا قبل سنوات بطرق علمية معينة وصلوا إلى نتيجة أن عدد المجرات في هذا الكون أكثر من 500 مليار مجرة. أنا فقط أقول لكم أرقاما فقط، أصلا استيعاب مستحيل، استحالة، استحالة عقلية، غير ممكن أصلا بهذه العقول الصغيرة، مستحيل أصلا. 500 مليار مجرة، وكل مجرة مليارات النجوم، وكل نجم مساحات شاسعة. هذه المجرات 500 مليار وأكثر كلها جزء يسير من السماء الأولى. هذه السماء الأولى التي تتضمن أكثر من 500 مليار مجرة، السماء الأولى بالنسبة إلى السماء الثانية مثلها كمثل حلقة صغيرة في صحراء شاسعة. نسبة السماء الأولى إلى السماء الثانية، نسبة السماء الثانية إلى السماء الثالثة كحلقة صغيرة في صحراء شاسعة. نسبة السماء الثالثة في الرابعة كحلقة صغيرة في فلات صحراء شاسعة، الرابعة في الخامسة، الخامسة في السادسة، السادسة في السابعة، كحلقة صغيرة في صحراء، في فلات. السماوات السبع، كلمات فقط بدون استيعاب، السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي أصغر، المستفاد من الروايات هذا، أصغر من ذرة صغيرة في صحاري كل السماوات السبع. وسع كرسيه السماوات والأرض، في الحديث الشريف كل ما خلق الله هو موجود في الكرسي، يعني حتى الملائكة، ظاهر العبارة هكذا، كل شيء في هذا الكرسي. كم كيلومتر هذا الكرسي؟ أصلا مضحك الأسئلة التي نسألها بالنسبة إلى هذه الأشياء، أسئلة مضحكة. الكرسي الذي يحتوي كل ما خلق الله عز وجل حتى الملائكة بالنسبة إلى عرش الله سبحانه وتعالى كحلقة صغيرة في فلات. ذاك عرش الله، هذا العرش، لا أقول مجرة، لا أقول مجرات، لا أقول سماء، لا أقول كذا فوق السماوات السبع، السماوات السبع كلها داخل شيء، ذاك داخل شيء، ذاك داخل شيء، ذاك داخل الكرسي، لا أقول الكرسي، لا، عرش الله مكتوب على يمينه إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة.
رب على قائمة العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عليا وصي محمد. مكتوب في سرادق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي حبيب الله. الحسن والحسين صفوة الله. فاطمة أمة الله. على باغضهم لعنة الله. هذا العرش زينته أسماء محمد وآل محمد. الآن عرفت قيمة أهل البيت عند الله عز وجل. نحن أين؟ ذرة صغيرة في كرة صغيرة. أهل البيت أين؟ نموذج آخر، لا أريد أن أقرأ لكم مصائب، فقط نموذج أمر عليه بسرعة. في الحديث الشريف أن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لتبكي على ولدها الحسين عليه الصلاة والسلام، لا أعلم، غير مذكور في الرواية الشريفة، هذا يحصل في كل أسبوع مرة، في كل يوم مرة، أكثر أقل، لا أعلم. فتشهق الشهق والزفرة، الإنسان عندما يبكي بسرعة يأخذ نفسا بصوت، هذه تسمى الشهقة، يخرج نفسا بصوت، هذه تسمى زفرة. فتشهق فاطمة شهقة في بكائها. تعلمون هذه الشهقة ماذا تصنع في الأكوان؟ عندما تشهق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تزفر جهنم زفرة جهنم. تعلمون كم جهنم عظيمة؟ تزفر جهنم، تغلي جهنم، تزفر زفرة. لولا أن الملائكة الموكلين بجهنم يستعدون، الملائكة أول ما يسمعون بكاء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يستعدون، لأنهم يعرفون هذه الحالة ستحصل، يعرفون أن جهنم تزفر. عندما تسمع جهنم صوت شهقة فاطمة تغضب جهنم، فاطمة تبكي. لولا أن الملائكة الموكلين بجهنم يستعدون من قبل فيكبحونها، يغلقون الأبواب بقوة، يمسكون جهنم بقوة، لولا ذلك
لو وصل من جهنم دخان لا نار، لو وصل دخان جهنم إلى الأرض لأحرق ذلك الدخان الأرض وما فيها ومن عليها. جهنم تغضب، تريد أن تنسف الوجود. فاطمة تبكي، خلاص لا قيمة لأحد، خلاص فاطمة تبكي ليموت كل الناس. هؤلاء يأخذون يضبطون حتى لا يصل دخان جهنم، دخان إلى الأرض. في بالي هكذا سابقا لعلي رأيت في الحديث الشريف أن هذا العمل من خزنة جهنم ليس لأجل البشر، ليموت البشر، ليموت البشر ليس مهما، ما دام فاطمة تشهق ليموت البشر، ليموت الصالحون ليسوا أهم من شهقة فاطمة. لا، إنما يصنعون هذا الصنيع لأجل الحجة من ولد فاطمة. لأجل أن الحجة أرواح العالمين فداه موجود في كل زمان، لأجل ذلك يكبحون جهنم. إذا مات ملايين من غير هذا، غير قضية جهنم، نفس الرواية تقول أن الملائكة عندما تسمع صوت بكاء فاطمة تبكي لبكائها وترتفع أصواتها. لو أن صوتا من أصواتها يصل إلى البشر إلى الأرض لصعق أهل الأرض كلهم، يعني يموتون من ذلك الصوت، ولتناثرت الجبال من صوت واحد من أصوات هؤلاء الملائكة. لو أن ملايين من البشر، لو أن مليارات من الصالحين، من البشر الصالحين المؤمنين يموتون، يتقطعون قطعة قطعة، الملائكة يبكون هكذا بكاء أبدا، جهنم تزفر أبدا، مات مجموعة من المؤمنين رحمة الله عليه، خلاص لا أكثر. ولكن صوت بكاء فاطمة يحدث هذا الحدث وأكثر. طبعا الرواية مفصلة، أنا قرأت لكم مقطعين، ذكرت لكم مقطعين صغيرة. لأجل بكاء فاطمة هكذا يحصل اضطراب في الكون. الآن علمنا من هي فاطمة. الملائكة أصلا لا تبكي، الملائكة لا تعرف البكاء، ولكن لأهل البيت الملائكة مرارا وتكرارا تبكي بكاء هكذا بكاء. جهنم لا تسفر لأجل أي شيء، جهنم مقيدة بقيود ضوابط، خلاص وضع مبين، ولكن لأجل شهقة فاطمة صلوات الله عليها جهنم بعظمتها. جهنم تعلمون ماذا؟ جهنم اجعل في جهنم ملايين من الكرة الأرضية لا يتبين فيها شيء، جهنم تسفر. أذكر لكم بسرعة نموذجا ثالثا. رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج، هذا الحديث أحاديث المعراج أحاديث مفصلة فيها بيان لكثير من الأشياء. في المعراج عندما صعد بلغ السماء الأولى الثانية الثالثة، في السماء الرابعة رأى أشياء، في السماء الأولى رأى أشياء، في السماء الثانية كذا، إلى أن وصل إلى السماء الرابعة رأى في السماء الرابعة أشياء. من جملة ما رأى في السماء الرابعة رأى ملكا عظيما مهيبا جالس على كرسي، وتحت إمرة هذا الملك 70,000 بشر، لا 70,000 ملك، وتحت إمرة كل واحد من 70,000 70,000 ملك.
يعني تحت إمرة هذا الملك ما يقارب من 50 مليون ملك، جيش هذا الملك جيشه 49 حسب هذه الرواية 49 مليون ملك. أو أكثر بسرعة، أنا حسبت 49 مليون. 49 مليون ملك تحت إمرة هذا الملك، يعني هذا من قادة الملائكة، ليس شخصيا شخصية عادية، ملك عادي يأخذ الكرة الأرضية بإصبعه يرميها. الملائكة قدراتها خيالية أصلا بالنسبة إليه. هذا تحت إمرته 49 لعله مليون ملك. هذا الملك عندما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يبدو من الرواية الشريفة أنه كان مشغولا، ما قام لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا استخفافا، حاشا لله، الملائكة معصومون يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وآله، لعله كان منشغلا ما قام لرسول الله صلى الله عليه وآله. جبرائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج، إلا في المرحلة الأخيرة التي ما تمكن أن يتقدم جبرائيل. لما رأى جبرائيل ذلك من هذا الملك صاح به، قال له قم. قال جبرائيل لواحد من قادة الملائكة، قال له قم، صاحبه قال له قم، فقام هذا الملك وبقي قائما إلى يوم القيامة، لا يتمكن هذا الملك أن يجلس. لماذا؟ لأمر واحد من جبرائيل. اعرفوا قدرات جبرائيل، اعرفوا من هو جبرائيل، ما أمر ملكا عاديا، أمر قائدا من قادة الملائكة، أمرا واحدا، كلمة واحدة، أمرا واحدا، قال له كلمة فقط في الرواية الشريفة موجودة، قال له قم، خلص. هذا الملك لا يتمكن أن يجلس إلى يوم القيامة بسبب أمر جبرائيل. عرفتم من هو جبرائيل؟ هذا جبرائيل بهذه المكانة بأمر واحد يجعل ملكا إلى الرواية هكذا إلى يوم القيامة يبقى هذا الملك قائما. جبرائيل هذا بهذه المكانة المستفاد من المتواتر من الروايات الشريفة أنه خادم لمحمد وآل محمد. قياسات، قياسات غير ممكن أن نعرفها، فقط نفهم أننا كم نحن صغار. أقول ذلك بتأكد، نحن بالنسبة إلى أهل البيت أقل من صفر، لسنا صفر، أقل من صفر. نعم 4 مليارات و900 مليون، 70 ألف في 70 ألف ملك 4 مليارات و900 مليون، لا 49 مليون، 4 مليارات، قريب 5 مليارات ملك تحت إمرة هذا الملك كان. خلاص، هذه نماذج، هناك نماذج أخرى أعرض عنها، خلاص كافي. نريد أن نستفيد من هذه النماذج استفادتين. الاستفادة الثانية أتركها لوقت آخر. الاستفادة الأولى استفادة معرفية، وشاهدي في الاستفادة الثانية، أن نعرف أننا كم نحن صغار
أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني لا ذرة، لا أقل من ذرة. ذلك المثال المادي الذي نحن نعيش في الأرض. الثاني مثال قيمة الشخص، قيمتنا وقيمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مثال شهقة فاطمة صلوات الله عليها. الثالث مثال قدرات ومكانة، مثال جبرائيل خادم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذه القدرات الشاسعة لخادم من خدام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ونماذج أخرى. أن نعرف أين نحن، أن نعرف مكانتنا، المعرفة. حتى تكون أعمالنا مطابقة لهذه المعرفة. كيف تكون أعمالنا مطابقة لهذه المعرفة؟ إن شاء الله في وقت آخر أطرح للحديث الصلة إن شاء الله تعالى، إن وفقت لها، لعله في الأسبوع القادم إن وفقت لها أو في وقت آخر. عندنا كلام عملي، كيف ينبغي أن يكون عملنا تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في حاجاتنا منهم، في خدمتنا لهم، عملنا كيف ينبغي أن يكون؟ الملاحظة الأولى معرفتنا، لعلنا عرفنا، ما عرفنا مستحيل، نحن لا نعرف المجرة، لا نعرف أشياء ثانية، ولكن عرفنا أننا أقل من صفر، هذه كمعرفة. وأما عمل، العمل لنا حديث إن شاء الله مستقل، أما ينبغي أن يكون عليه عملنا مع معرفة هذه النماذج، والنماذج من أمثالها كثيرة، أنا استقطعت بعض النماذج فقط. كيف ينبغي أن يكون عملنا تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ اللهم بحق محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين